لعيلة كوشاب كيمرا سعيد كوشاب خويا مال سعيد كوشاب يمكنه وشو جميل كيستان ودا إلى حفيظ سعيد عمار كمرار عن سعيد كوشاب سعيد كوشاب سعيد كوشاب زكريا الشيمي كمرار عن سعيد كوشاب بكل أنه يوصل الكرة كرة عن سعيد كوشاب سعيد عمار سعيد كوشاب خلال داخل مربع العملية ضاوين هذا كوشام الان كوشام تقدم الكره ديالو كوشام مرة كوشام حسن فعل مشى كوشام صابطا وسماس سماس بعد الطريق ممكن نقول بعد الطريق الرجع للدور هذا كوشام 24 سنة لاعب إمكانات مهمة يثق في قدرة المدرب محمد
على الفوز ومحاولة لفريق الرجاء البيضاوي والهدف الثالث كوشام على الفيف بعد سليماني من جديد سليماني راسية كوشام ينطلق وكسام ماذا سيفعل هل يستسلم يمرر فرصة عند كوشام سريع في الممر أيضا سريع في الممر أيضا هذا محسن متولي محسن متولي محسن متولي سدد هو بعد قليل لا كوشام كوشام هو صاحب محاولة ما صدتش لاعب كوشام سدد برجل اليسرى ولكن يدوم قد تعملوا الكرة يصبحوا جمودات في هذا الفريق الرجاء تمرر فرصة فرصة الهدف الرابع فعلا فعلا الهدف الرابع لفائدة فريق الرجاء البيضاوي واللاعب كوشام كوشام يسجل الهدف الرابع لفائدة فريق الرجاء البيضاوي ويطوي ملف هذه المباراة 4-1 دقل We'll be right back.
اللاعب فعيل مشاب الان قيم بدور جيد على مستوى وسط الميدان الجانبي.